قال: واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل عرضكم غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن إغوائه. نعم، يعني هذه الغفلة جند من جنود إبليس، جند من جنود إبليس، ويشجع أعوانه من الشياطين على أن يشغلوا القلوب بالغفلة وأن تكون قلوبا غافلة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكن من الغافلين. والغفلة ذهابها عن العبد بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، فالقلوب إما قلب ذاكر أو قلب غافل، فيحرص الشيطان على جعل قلب المرء قلبا غافلا لتصبح هذه الغفلة مددا وجندا له. نعم. قال: والثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم، وصولوا عليهم بهذين العسكرين، يعني عسكر الغفلة وعسكر الشهوات. والشهوات منفذ خطير جدا، إذا فتح الإنسان لنفسه باب الشهوات المحرمة فإنه فتح على نفسه للشيطان أوسع الأبواب للدخول عليه، على نفسه والتسلط عليه، فإذا دخل في باب الشهوة فتح للشيطان على نفسه بابا من أوسع الأبواب ليدخل عليه ويوقعه في الفساد العظيم والشر المستطير. نعم. قال: فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما. فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما أو من بني آدم. نعم. فليس لكم من بني آدم أبلغ منهما، واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة. نعم، لأن كل واحدة منهما تحرك الأخرى، الغفلة تجلب الشهوة والشهوة تجلب الغفلة. واقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا به. اقرنوا بين الغافلين، يعني إذا وقع الإنسان في الغفلة لا يبقى وحده، ضموه إلى جند الغافلين حتى يتعاونون على الغفلة والبقاء على الغفلة. نعم. ثم استعينوا بهما على الذاكر. نعم، هذه خطوة أخرى، يعني ضموا هذا الغافل إلى الغافلين، ثم هؤلاء الغافلين استعينوا بهم على الذاكر حتى يأخذوه معهم إلى طريق الغفلة. نعم. ولا يغلب واحد خمسة، فإن مع الغافلين شياطين صاروا أربعة، وشيطان الذاكر معهم. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى معه بلجوءه إلى الله واعتصامه بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، لكن عليه أن يعرف أنها حرب قائمة، فله قرين، وهذا الذي يشير إليه ابن القيم، قرين ملازم له. ثم هذا الغافل الذي يقابله، إذا قابله شخصان من أهل الغفلة وأراد هذان الشخصان صرفه إلى سبيل الغفلة، كم عدد المتعاونين على إيقاعه في الغفلة حينئذ؟ نعم، كم عددهم إذا كان قابله شخصان من أهل الغفلة وأراد أخذه إلى طريق الغفلة، حينئذ كم يكون الذين أرادوا منه الغفلة؟ خمسة، القرين الذي معه وهذان الشخصان وكل واحد منهم معه قرين، فهؤلاء خمسة وهو واحد. فلكن إذا اعتصم بالله والتجأ إليه وأعرض عن سبيل الجاهلين حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، حفظ الله أجمعين وأهلنا وذرياتنا.